نعم، الدينامو اسماعيل بن ناصر يعود الى ميلان ويشارك في 15 دقيقه امام ميلان 3-0 في اليوروبا ليج، نتيجه رائعه للبيج ميلان. بن ناصر يا امين، هل تعلم بانه اغلى لاعب عربي في الدوري الايطالي بقيمه سوقيه تناهز 35 مليون يورو؟ وهذا امر طبيعي وعادي نظرا للمستوى الذي يقدمه بن ناصر منذ انتقاله الى نادي ميلان، مستواه منتظم، لولا الإصابة ربما لكانت قيمته السوقية أكثر بكثير من 35 مليون يورو، ولكن غير مفاجئ هذا الأمر، بما أنه تقريبا أحسن لاعب عربي في الدوري الإيطالي، واحد من أحسن اللاعبين في الدوري الإيطالي. هل ترشح بن ناصر للفوز باليوروبا ليج؟ ربما بعد المستوى الجيد الذي قدمه نادي ميلان في مباراة الأمس، طريقته الجيدة في تسيير اللقاء وتسيير حماس شباب نادي ران، أنا كنت شاهد المباراة كاملة، كانت جيدة جدا طريقة تعامل بيولي مع المباراة، رغم أنه كان هناك فترات كان فيها ران أحسن من نادي ميلان، لكن في تلك الفترات بالضبط عرف نادي ميلان كيف يضرب ويسجل الهدف الأول، كسر رتم الفريق الفرنسي، بعدها توالت الأهداف وسجلت 3 أهداف كاملة فاز بها نادي ميلان. ويبقى بن ناصر نجما فوق العادة في نادي ميلان، تحبه الجماهير وتحترمه الإدارة وتكتب عنه بخير الصحافة. نعم، بن ناصر اسمه مثل ما يسمى لاعب ممتاز، لاعب خالق، وعنده كاع الصفات اللي تخليك أنك تحبه بدون أن تكون إعلامي ولا صحفي ولا حتى كمناصر بسيط تحبه. أنا أعتقد بأنه إسماعيل بن ناصر في المنتخب الوطني il mérite d'avoir le brassard du capitaine مع مشروع جديد يكون هو قائد المنتخب الوطني، لانه انا جامش اسماعيل بن ناصر يخير المباريات ولا ils donne à fond كاع المباريات، يقدم دائما حتى لما راح كاس افريقيا عايد من 8 اشهر من الاصابه، شفناها من منتخب انغولا كيفاش تقريبا كان هذا الامر صعب في ظل وجود رياض محرز في المنتخب. لكن هل سيستمر رياض محرز لحد الان؟ رياض محرز مستمر مع المنتخب الوطني، وهل سنبدا واخر تصريح لرياض محرز قال نعمل في حقبه جديده مع مدرب جديد، راح نبداو مشروع جديد بالحطب القديم، نبنيو سفينه جديده بحطب قديم. علاش ما نعطيوش الفرصه لمنصب الجناح الايمن والناس شحال يزيد يسنى ولا ولا يجيو الناس جديد بشعار يروحوا كاع ايضا؟ لا ما نشكوك يروحوا كاع، نقول لك المشروع الجديد ما فيهش انا نلعب فوت فايف مع المدرب نلعب اساسي في المنتخب الوطني. لا صراحه ما كاش محابات باش تلعب في المنتخب، لانه ارجع للموضوع، انت تحدثت على شرط القياده وقلت لي اتمنى ان ارى بن ناصر قائدا للمنتخب. انا قلت لك محرز قال لك انا هنا وما زلت مع المنتخب ولم يعلن اعتزاله، كيف تنتزع شارة القائد من محرز وتمنحها لبن ناصر؟ معليش ما يقولك محرز لازم لما تبني مشروع جديد، هل ستبني مشروع برياض محرز اساسي بالمستوى اللي يلعب فيه به في كاس امم افريقيا؟ تمنى يلعبوا بشرعيه توريه. انا قائد المنتخب لازم يكون كاساسي، اعتقد بانه المدرب الذي سياتي ان ما لازمش ايضا تذبح محرز لانه ما درش كاس افريقيا مليحه، ممكن سيعود بقوه، ممكن سيأتي على أنا تبحت وتحدث عن ما يحدث الآن. أنا لا أتحدث عن الغيب ممكن لا أتحدث، أنا نحكي بديفيريتي لم يصروا درك مستوى محرز في كأس أمم إفريقيا لم يكن في المستوى. لما يجي مدرب جديد يبدأ مشروع جديد نتمناه أنه يبدأ في منح الفرصة لمن يستحقها وليس لمن يكون صديق له، لأنه في الفترة الماضية كان فيه تصريح بأنه موش في با جوي لي جوار بور لوغ ستاتيو. لا محرز كان يلعب بارابور سون ستاتيو. انا محرز من اكبر المعجبين بطريقه لعبه لكره القدم، سان فينومان، سان طري بون جوار، شجعناه ودافعنا عليه هنا ودافعنا عليه في كل مكان، ولما كان في المستوى اللي قلنا كان في المستوى يستاهل الكره الذهبيه الافريقيه، لكن لما مر جانبا يجب ان نقول بانه مر جانبا. لما تقول لعمر اليوم كلاعب انك مريت جانبا ما راكش تنتقص من القيمه ديالو، ما راكش ماشي الجريمه. نستمع لراي عمر.
لا واتكلم على بن ناصر كشارط قيادة، هو حتى ولو ما تكون على المدى القريب ممكن على المدى المتوسط يعني، والقائد المستقبلي الخضر. نشاطر الرأي لما تكلمت على محرز الآن، ممكن مدرب جديد ممكن يتركه، لأن خاصة إذا عاود لمستواه، لأنه تبقى مرحلة فقط. نعم. ولكن فيما يخص شارط القيادة، أكيد أن لما نشاهده بن ناصر لديه كل مواصفات حتى يكون قائد مستقبلي. هل يمتلك بن ناصر الصفات القيادية التي تسمح له بقيادة المنتخب أمين؟ وما أكيد. هي؟ أكيد. أولا خبرة في المنتخب الوطني الجزائري، لاعب انضم في سن 17 سنة أو أقل. نعم. لما لعب أول مباراة رسمية مع المنتخب الوطني الجزائري ألف 17 سنة 18 سنة. نعم. نعم. ثانيا الخبرة الأوروبية، يلعب في واحد من أقوى الدوريات في أوروبا، واحد من أعرق الأندية في العالم. ثالثا عنده علاقة طيبة مع كل اللاعبين الحاليين في المنتخب سواء القدماء أو الجدد. رابعا الكاريزما، لاعب خلوق، لاعب منصرم ومنضبط عفوا، سواء داخل أرضية الميدان أو خارج أرضية الميدان، سواء مع النادي أو مع المنتخب دائما تجده موجودا حين تحتاجه. لاعب هادئ ورزين داخل أرضية الميدان، غير لك حاجة يتحدث لغات، هذه نعم. مهمة أنك إنجليزية فرنسية إيطالية، تتحدث مع الحكام، نعم. تقدر تتواصل مع نعم. يتحدث اللغة الفرنسية واللغة الإيطالية واللغة الإنجليزية. لذلك حتى أشوف عمل القائد حتى بالتأثير، القائد لازم يكون مؤثر في زملائه. لذلك لما قلت لك نبدأ مشروع جديد، ما نبدأوش بحاطب قديم، يجب تغيير بعض أعمدة المنتخب الوطني لمنح الفرصة لبن ناصر كقائد أنه يكون مؤثر على جيل من الشباب الممتازين. بوعناني على الجيل اليوم ممتاز، يسنى الفرصة أو يسنى مور 2026 كما سنى الناس من 2019 وح كان محرز في طوب لا غالب ما تقدرش تنحيها، لكن لما مر جانبا يجب منح الفرصة لمن خلفه. الكرة القدم والمنتخب في النادي ممكن أنهم ينتظروك، لكن في المنتخب يستدعى الأحق في تلك الفترة ويلعب الأحق باللعب في تلك الفترة. غويري كان بديلا في مباراة ريال ميلان، لعب 23 دقيقة فقط. غويري أيضا من أغلى اللاعبين في الدوري الفرنسي، أعطينا صورة من فضلك. بالضبط، من غويري عاد تدريجيا، عاد أمام نادي سوشو في لقاء الكاس وسجل هدفين وفاز فريقه بخماسية. أمس أيضا دخل كاحتياطي وضيع فرصة كان مينيون قدها. أنا نظن أن غويري إصابته قبل كأس إفريقيا وكانت بعدته على المنتخب الوطني، ولكن عاد بقوة لما شاهدوا أداؤه في اللقاءات الأخيرة. أنا نظن أن أمين غويري مع فريقه ران ممكن مع 3-0 ممكن راح يكون مقصى من المنافسة الأوروبية، ولكن مع البطولة الفرنسية وأيضا كأس فرنسا ممكن راح يواصل بقوة. نعم، غويري قلت من أغلى اللاعبين في الدوري الفرنسي، رفقة من يا أمين؟ رفقة بالرحمة المنضم حديثا إلى مقابل 22 مليون يورو. نعم. بقيمة 22 مليون يورو. غويري 28 مليون يورو. أشرف حكيمي 65 مليون يورو، وهذا أمر طبيعي بما أنه أتى من أندية عملاقة مثل ريال مدريد، إنتر ميلان، بوروسيا دورتموند، ثم الآن يلعب مع نادي عجب النجوم. ثاني أغلى لاعب عربي في الدوري الفرنسي هو غويري، وثالث أغلى لاعب عربي في الدوري الفرنسي هو سعيد بالرحمة. لديه فرصة الآن العودة للمنتخب في اعتقادك عمر؟ أكيد، أنا نظن خاصة مع الدوري الفرنسي عادة يعني يكون تحت الأنظار، وحتى نادي ليون نعم يعتمد عليه في مشروع إعادة الفريق لأنه كان في المرتبة الأخيرة، ولكن راح يعود بقوة في نصف الثاني من البطولة. نعم. رامي الزروقي يشارك أساسيا ويتعادل على أرضية ميدانه مع فريق فينورد أمام نادي روما بهدف في كل شبكة ميدو. عوار لم يلعب دقيقة واحدة.